عشان يوميكم في الورق. Very, very pleased and satisfied with the deliberations, the outcome of the tech. والالتزامات والتوصيات التي تمت بلورتها في إطارها. We thank the government and people. التأمت هذه الدورة تحت طابع خاص بالنظر لعاملين اثنين. أولا كونها الدورة العاشرة، وبالتالي فرصة فريدة من نوعها للوقوف على ما قطعناه من أشواط خلال عقد من الزمن، وتسليط الضوء على ما ينتظرنا من جهود مكثفة في قادم المراحل والمحطات لتحقيق الأهداف المرجوة. ثانيا كون الجزائر التي تعتبر من مؤسسي هذا المسار ومن أهم داعميه ستحظى بشرف تمثيل القارة الإفريقية بمجلس الأمن ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وبالتالي ستحظى كذلك بلادنا بإمكانية المساهمة بصفة مباشرة من هذا الموقع في توحيد الصوت الإفريقي وتعزيز تأثيره على عملية صنع القرارات الأممية التي تهم السلم والأمن في القارة الإفريقية.